حضرتوا معنا إعطاء انطلاق فعاليات النسخة 11 من الجامعة الصيفية واللي كنظموها كل سنة بشراكة مع جامعة عبد الملك السعدي وبشراكة أيضا مع جهة طنجة تطوان الحسيمة، هي لفائدة شبابنا مغاربة العالم. هم شباب وشابات عندهم ما بين 18 و 26 سنة، كلهم تزادوا في دول المهجر، كلهم عندهم تكوين عالي، كلهم فرضوا وجودهم بفضل الاجتهادات والمكابدة والصبر ديالهم. هاد الجامعة ملي كنضمها وتنزيل لاستراتيجية التعاطي مع مغاربة العالم واللي كترتكز على مجموعة من المرتكزات، أولها التوجهات الملكية لمغاربة العالم، عندهم واحد الاهتمام ملكي استثنائي لأنهم حاضرين بقوة في كل مشاريع المجتمع وكذلك في المشروع الكبير اللي كيقودو جلالة الملك حفظه الله باش المغرب يحتل المكان اللي كيستحق ضمن الدول الكبار. كذلك تنزيلا للآليات ديال دعم الاستراتيجية على أرض الواقع وميدانيا اللي كترتكز على أولا تقوية روابط العلاقة والاتصال الدائم ما بين مغاربة العالم والوطن الأم، اللي كذلك كترتكز على الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، واللي كترتكز كذلك على التحصين الهوياتي سواء التحصين الثقافي أو التحصين الديني. بالمناسبة التحصين الثقافي هاد السنة غتنطلق 300 مسرحية فيها 51 مسرحية بالأمازيغية واللي غتمشي لكل القارات وبدون استثناء واللي غادي في جولات في كل مناطق اللي كاين فيها مغاربة العالم. هاد الجامعة هي مقسمة لمجموعة من الورشات، أولا ورشات ديال التفاعل والنقاش اللي غيأطروها مجموعة من أساتذة جامعيين ومجموعة من الخبراء والاختصاص واللي غتشمل مجموعة من المواضيع، مثلا مواضيع اقتصادية تنمية في نص المغرب لا سيما بعد 20 سنة لوصول جلالة الملك وتربعوا على عرش أسلافي المنعمين. كذلك مواضيع اللي عندها علاقة بالتحصين الديني والروحي، كما كتعرفوا مغاربة العالم مرتبطين بالإسلام الوسطي المعتدل واللي هو كيميز الاجتهادات الفقهية المغربية طيلة 14 القرن واللي كيتميز كذلك باندماج الكلي في تحولات المجتمع واللي كيخلي الفرد المسلم المغربي يكون كيعيش واحد التوازن ما بين القيم ديال المجتمع اللي كيعيش فيها وما بين القيم اللي كيحملها واللي كتجي مرجعيته كمسلم وسطي معتدل. كذلك غيناقشوا مجموعه من التحولات الاجتماعيه اللي كتعرفها دول الاستقبال واللي كيعرفها المغرب، وفي دول الاستقبال غيناقشوا تعقيداتها. كذلك غادي يزوروا مجموعه من مناطق سياحيه اللي ربما كانوا ما كيعرفوهاش او كيجهلوها او ملي كيجيو كيدوزوا بسرعه غيشوفوا هاد المعالم في الشمال اللي كاين معالم سياحية مهمة. فهذه الدورة 11 بالنسبة للجامعة الصيفية اللي كتنظمها جامعة عبد الملك السعدي، وبهذه المناسبة كنجدوا الشكر للوزارة المكلفة بمغاربة العالم وشؤون الهجرة، وكذلك نشكر جهة طنجة تطوان الحسيمة على الدعم المادي ديالها لتنظيم هذه الجامعة الصيفية. فهاد خلال هاد 11 سنة أو أكثر فجامعة عبد الملك السعدي راكمت واحد التجربه غنيه بالنسبه للتنظيم ديال هذا، وتكون واحد العدد كبير ديال الشباب المقيمين بديار المهجر واللي هما من اصول مغربيه. هاد السنه هما شباب اللي تزادوا في ديار المهجر واللي هما بالخصوص طلبه جامعيين، فالمجيء ديالهم منطقة طنجة تطوان الحسيمة وجامعة عبد الملك السعدي ستمكنهم من التعرف على الموروث الثقافي لبلدهم الاصلي وتوطيد العلاقات مع بلدهم الأصلي، وكذلك الاطلاع على ما تم إنجازه في السنوات الأخيرة بفضل الإرادة الملكية بالنسبة لهذه المنطقة طنجة تطوان الحسيمة. وشكرا.
الناس من الجزائر. راني فرحانه بزاف حيت جيت المغرب، هذه المره الاولى ديالي هنا. كنبغي نشكر الوزاره بزاف بزاف على هذه الفرصه اللي مدتها لنا. فريمون بلد المغرب بلد زوين بزاف، تعرفت على اصدقاء مغاربه من جميع انحاء العالم. كانت فرصه باش نتعرفوا على ثقافه بلادنا وعلى تاريخ ديال بلادنا المغرب. ميرسي بوكو. السلام عليكم، غربوي يوسف مآمين، انا في عمري 20 سنه، انا من الجزائر، ادرس في كليه الحقوق في الجزائر، وراني مشارك هنا في الجامعه الصيفيه لجامعه عبد الملك سعدي. وسيتي بيان باسي ايسي، و لي الجزائريين الماروكان خوا خوا.